ستيف جوبز ومن تعرفون، بل كل إنسان مضطر ويجب أن يكون مخترعاً. لذلك وأنا هنا أود أن أشكر معالي وزير التعليم العالي بأن وافق على إنشاء كلية طلال أبو غزالة للإبداع. بناتي، هذه الكلية تختلف عن كل الكليات والجامعات في العالم وليس في الأردن فقط. هي كلية لا تعلم لتخرج متعلماً، بل تعلم لتخرج مخترعاً. نريد هذا الوطن أن يصبح كل أبنائه مخترعين، واختراعاتنا ستكون على أساس تقنية المعلومات والاتصالات. لذلك سيكون عندنا حاضنة لمن يريد أن يعمل على اختراع وإعداد هذا الاختراع الرقمي. اختراعاتنا كلها رقمية وليست يدوية، وكل من يخترع سيتخرج، من لا يخترع لا يتخرج، ما في امتحان في اختراع. هذا لأنني أريد أن أقول، وأريد كلنا أن ندرك، البنات الصبايا الخريجات وعائلاتهم الكرام ومجتمعنا الأردني كله، اختراع واحد يوازي كل الناتج القومي الأردني وكل ما يعمل فيه ويعمل عليه 6 مليون أو 7 مليون إنسان، بل أكثر بكثير. أكبر شركة بالدنيا اليوم هي شركة جوجل، وما هي جوجل؟ هي اختراع، واختراع رقمي، برنامج. جوجل ليست أكثر من برنامج كمبيوتر. ما هي قيمتها اليوم؟ 850 مليار، والمتوقع أن تصل في عام 2020 إلى تريليون، والتريليون هو 1000 مليار. هذا هو الاختراع وهذا هو المستقبل. بهذه المناسبة أود أن أقول أنني أريد أن أهنئ رئاسة وإدارة وكافة أساتذة هذه الكلية على اهتمامهم بتعليم تقنية المعلومات وأساليب التقنية في التعليم. تقنية المعلومات، وأنا كما سمعتم كان لي شرف أن أرأس فريق الأمم المتحدة الذي وضع استراتيجية العالم لتقنية المعلومات والاتصالات. تقنية معلومات والاتصالات ليست موضوعاً ولا هدفاً، هي أداة لكل شيء بما فيها التعليم. والمجتمع الذي يريد أن يصبح مجتمعاً غنياً قادراً لا يحتاج إلى دعم ولا إلى تمويل ولا إلى ديون، هذا الشعب لا يمكن أن يصبح كذلك إلا إذا تحول إلى مجتمع معرفي. المجتمع المعرفي هو المجتمع الذي تشكل فيه تقنية المعلومات والاتصالات تماماً كما هو الجهاز العصبي في الإنسان. جهازنا العصبي يحرك كل شيء فينا، وأنا أطلع الدرج وقعت، رد الفعل تبعي الجهاز العصبي هو الذي حرك ما حرك في جسمي. وكذلك الإنترنت ستكون هي الجهاز العصبي في كل شيء يتعلق في حياتي. بناتي، أنا أوصيكم، وأنا لما تخرجت، خليني بس مشان أذكركم، لما تخرجت والدتي قالت لي شو عملت يا ابني؟ قلت لها تخرجت. قال ايش يعني؟ قلت لها يعني أخذت شهادة إني أنا خلصت الثانوي وطلعت الأول على لبنان. طيب ايش يعني؟ قلت لها لأنه بدي أدخل الجامعة وفي منحة واحدة لطالب واحد شرط أن يكون الأول على لبنان، فكنت مضطر أخذ الجامعة الشهادة. قالت لي طيب إيش يعني، شو يعني، مبسوط على حالك؟ قلت لها لا والله مش مبسوط، بس حابب إني أقول لك إني أنا واجبي أخبرك شو اللي صار. قال لا ما تخبرني شو صار، بدي أسمع شو راح تعمل. لما قالت لي والدتي شو بدي أعرف شو بدك تعمل، قعدت أفكر فعلا
لماذا أنا تخرجت؟ لماذا أنا أخذت شهادة التوجيه؟ لماذا بعدها تخرجت من الجامعة؟ ولماذا أخذت كل الشهادات اللي أخذتها؟ لماذا؟ كان وما زال، وأنا كنت الأسبوع الماضي ألقي كمحاضرات في جامعة هارفارد، الأسبوع الماضي بالضبط في 15 في MIT وفي 16 في جامعة هارفارد، وخطبت MIT وهو موجود خطابي على الموقع، على موقعنا وعلى اليوتيوب. قلت لMIT أنا أريد أن أنتقدك يا جامعة رقم واحد في العالم، أنتوا رقم واحد في العالم، بتخرجوا طلبة ممتازين متفوقين تقنيا في تقنية المعلومات والاتصالات، لكن ليش؟ قال كيف ليش؟ ليتقنوا العمل. قلت له كيف يعني يتقن العمل؟ ليش بتخرج طلبة مبدعين ومبدعين في تقنية المعلومات والاتصالات؟ وهذا الموضوع، وأنا سعدت بأن أسمع عن اهتمام هذه المدرسة العظيمة بهذا الموضوع، وأتمنى أن كل مدارسنا تنتقل، ولا تنتظر أن تتيح لك الوزارة ذلك، انتقل، افرض استعمال تقنية المعلومات والاتصالات دون أن تستأذن من أحد، لأنك عندما تدخل في الفضاء الرقمي ليس هنالك سلطة عليك، ليس هنالك دولة، ليس هنالك حدود، أنت رقم كأي إنسان في الدنيا رقم. فإذا لا تنتظر تشريعات ولا تنتظر موافقات، ما دام لديك الأستاذ القدير، وأنا أقول أن إذا كان هنالك تباطؤ في التحول إلى التعليم الرقمي هو لأنه مع الأسف ليس لدينا العدد الكافي من الأساتذة المؤهلين للتعليم الرقمي. إذا استطعت أن تعلم رقمياً علم، وخذ مني وأنا مسؤول، ولما حدا يحاسبك قل له طلال أبو غزالة قال لي إني أنا ما دام عندي أساتذة، لأن ذلك ما قاله وزير التعليم العالي في مجلس الأعيان، وأنا عضو أتشرف فيه بهذه الثقة الغالية من سيدي صاحب الجلالة الذي هو صاحب الفضل علينا كلنا في أن نعيش في هذا البلد بأمان واحترام وعزة وكرامة. قلت لماذا لا نتحول إلى التعليم الرقمي؟ قال لأنه ليس لدينا أساتذة كافيين لهذا الغرض. فإذا أنا أقول لكم وأقول لكل مدارسنا وأبنائنا، وأنا بالنسبة لي ليس هنالك شيء قبل التعليم، هو كل شيء، انتقل إلى التعليم الرقمي ما دام لديك الأساتذة القادرين على ذلك، ولا تنتظر أي موافقة أو أي توجيهات. نحن لدينا جامعة رقمية كاملة ما فيها صفوف ولا أساتذة أصلاً، أنشأناها خارج لبنان، خارج الأردن عفواً، ومقرها في لبنان، لذلك كنت خارج لبنان، فهي في الفضاء، وفي الفضاء ليس هنالك حدود ولا سيادة ولا قانون ولا إجراءات إلا ما يحكمك أنت، ونحن ندير برامجنا بتقنية المعلومات والاتصالات، وسنعلم في كليتنا كل ما سنعلمه هو كيف تخترع في السايبر سيكيورتي، كيف تخترع في الارتفيشال انتليجنس، كيف تخترع في الروبوتس، كيف تخترع في كل مجال، كيف تخترع في البروغرامينج، كيف تخترع في كل مجالات الحياة والعمل في الاقتصاد. فإذا أنا أريد أن أقول اليوم أنا سعيد بأن على مستوى الدراسة الأساسية والتوجيه بدأت هذه المرحلة بهذه المدارس التي أفخر بأن أكون مع بينكم فيها اليوم، وأقول لكم بناتي مبروك، بس بدي منكم علماء، بدي واحدة بس واحدة، أنتم 120، أريد صبية واحدة تقول أنا أريد أن أكون مخترعة وسأكون أخترعة وسأثبت لك أنني سأخترع، واحدة بس، ساعتها بارك الله فيكم، وأنا أرى الأيادي المرفوعة، لأن اختراعاً واحداً كما قلت هو أكبر من حجم الاقتصاد الأردني والاقتصاد العربي كله،
يعني كل أمتنا العربية بما فيها من صناعة واقتصاد وتجارة ونفط هو أصغر من شركة واحدة من المشاريع المعرفية في العالم. أريد وعد بأنه صبية تصدق كلامي وتدرك أنك قادرة، ما بتميز عليك أي إنسان ولا مخترع. هنالك أعطيكم مثال ليش إنه الكلام هذا مش مبالغ فيه. أنا ما بدي إياك تصير بيل جيتس ولا زوكربيرغ، أنا بدي أقول هنالك بلد اسمه أوكرانيا، هذا البلد فيه مخترع بيشتغل جرسون في المطعم، لم تدعم الدولة، لم يسانده أي شركة، في جلس على كمبيوتره بالليل وقرر أن يخترع، واخترع نظام كلكم تستعملوه. اشترته منه فيسبوك 17 مليار، هذا النظام اسمه واتساب. جرسون اخترع، ليس الاختراع الاختراع ليس معجزة، الاختراع قرار، والتفوق قرار، والنجاح قرار، والسعادة قرار. وكما سمعتم أنا أؤمن بأن المعاناة نعمة، وأؤمن بأن السعادة قرار. أنت تستطيع أن تكون سعيداً بمجرد ما تقول أنا بدي أكون سعيد، ما تقول عندي مشكلة ولا أنه الناس مش كويسين، لا الناس كلها كويسة. أنت قرر أنك تشوف الناس حلوين بتلاقيهم حلوين، أنت قرر أن تحب بحبوك. السعادة والحب والأمل والتفاؤل هو الطريق إلى النجاح. بناتي اضحكوا، اسعدوا، تفاءلوا، ثقوا بالمستقبل، أحبوا بعضكم، أحبوا أهلكم، أحبوا وطنكم، أحبوا مليككم. شكرا لكم. شكرا لسعادة العين الدكتور طلال أبو غزالة. نستأذنك بالبقاء على المسرح. والآن فليتفضل رئيس هيئة المديرين الأستاذ أيوب خميس، ومدير عام المدارس الدكتور أكرم عبد القادر، ومدير مديرة المدرسة الثانوية للبنات فدوى خميس لتكريم طالبات الثانوية العامة، فليتفضلوا. يتفضل الأستاذ أيوب خميس رئيس هيئة المديرين بتسليم درع المدارس لراعي حفلنا الأستاذ طلال أبو غزالة. طالبات الثانوية العامة للفوج 11، الصف الثاني الثانوي العلمي ألف، أسيل برهان جابر، آية توفيق أبو عيادة، آية عاصم الدروس، آية هاي الأسعد، صبرك تعبك بوفرحان.
ايدينا شبكناها تعالى هنرمي كل فوق واحدة اتنين وتلاتة حب اضحك يلا روح ايدينا شبكناها تعالى هنرمي كل فوق واحدة اتنين وتلاتة حب اضحك يلا روح بالاسماع بنرويها بطرب
علامتنا معنا وحصدنا اللي زرعنا من جد وجد نجاحه من زرع حصد فلاحه صبره قضى ليالي وتعب طول عمره راجع لي يا هليل صبره قضى ليالي وتعب طول عمره راجع لي شهدت علامة حسنت بركة وانا عايز اكتر من بالعلمي هنصنع أحلى حياة والعمل الصالح يقوى معا أحلى حياة جربه وعاش الكفاح يمكن تعب تعبت وصل وصل ما استراح درب النجاح ما يعرفه الا اللي راح وجربه وعاش الكفاح يمكن تعبت
الشهادة تشهد لنا بعزم وإرادة ما زلنا نطمح للزيادة بالعلم لو نعمل تصدرنا الريادة خدنا الشهادة تشهد لنا بعزم وإرادة ما زلنا نطمح للزيادة بالعلم لو نعمل تصدرنا الريادة درب النجاة المجد والعلي ارتقيت لك مننا تلقين بخرب كل بيت كل بيت النجاح ما يعرف الا اللي راح وجربه وعاش الكفاح عاش الكفاح يمكن تعب لكن وصل ثم استراح ثم استراح ما تنسى أيام حلوة مؤنسة دمعة فرح دمعة أسى بيت لنا صرحة تكامل ومدرسة ما تنسى أيام حلوة مؤنسة دمعة فرح دمعة أسى بيت لنا صرح التكامل ومدرسة درب النجاح